قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، أي في الأرض. بعض العلماء استدل بالآية ديت مسألة في التنبؤات المستقبلية، أن طالما ربنا قال لآدم أنت هتحيا في الأرض وتموت فيها، وأن تقديم فيها يفيد الاختصاص، أن لن تظهر حياة على كوكب تاني غير الأرض. بعض العلماء هنا من الإشارة أن كلمة فيها تحيون، ومن آيات أخرى أن لن يكتشف العلم مهما تقدم مكان يصلح للحياة غير الأرض. بعض العلماء رد عليهم قال لهم لا، الآية مش صريحة. نفترض أن هم اكتشفوا حياة خارج الأرض، مع أن فريق من العلماء استنبط من الآيات من القرآن ومنها هذه الآية أن مفيش حياة خارج الأرض. طب افرض اكتشفوا، هل هنا هنكذب القرآن ونقول أن العلم الحديث أثبت شيء مضاد للقرآن فننكر آية القرآن، ويبدأ بقى تدخل الريبة والشك في صدورنا تجاه القرآن؟ لا، هو هنا لو افترضنا، نفترض جدلا، لو افترضنا أن هم لقوا حياة فعلا خارج الأرض، هل ده معناه أن احنا في حصل تصادم بين العلم الواقعي اللي أصبح واقع مع القرآن، ولا التصادم حصل بين إيه وبين إيه؟ بين العلم وبين استنباط هذا الرجل. مثلا بعض من العلماء في قديم الزمان استنبط من القرآن أن الأرض ليست كروية، وبعضهم استنبط أن الأرض كروية، وده الأكثر، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أشار أن الأرض كروية. طب الفريق اللي قال ان الارض ليست كرويه وتم بالفعل خلاص الامر اصبح يقيني ان الارض كرويه، هل ده يصادم القران؟ هذا لا يصادم القران، هذا لا يصادم القران، ده يصادم استنباط هذا الرجل، هذا العالم هو اخطا في هذا الاستنباط. فلا تعارض الاستنباطات بالعلم اللي تم اثباته يقينا، مفيش معارضه هنا، هنا يقدم العلم اليقين. احنا كده مش بنقدم العلم على القران، لا، لكن لو النص قطعي الدلاله قطع الثبوت، والقرآن قطع الثبوت وقطعي الدلالة، ما فيش خلاف في دلالتي، لأن دي من الشبهات للأسف. ألاقي حد إيه يقول أنا عندي شك في القرآن وأنه هو بدأ يتجه ناحية الإلحاد، فاسأله ليه؟ يقول أنا قرأت فتوى لأحد العلماء أن الأرض ليست كروية، والعلم الوقت اكتشف أن الأرض كروية، فأنا بدأت أشك في الدين. ده واحد بيتلكك، يعني ده واحد بيتلكك عشان يشك في ده، ما فيش علاقة. هو ربنا سبحانه وتعالى عندنا ده قطع دلالة، هل العلماء المسلمين أجمعوا قاطبة على أن الأرض ليست كروية وعندنا نص صريح قطع دلالة قطع ثبوت في ذلك؟ لا، ما عندناش. فبالتالي هذه الخلافات لا تجعل الإنسان يشك في دينه.